طب تعالوا نشوف الخطيب بقى لما سأل الناس في الموضوع ده قالوا ايه. قرف قرف. ايوه كده. لا 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 لا، ايه الاساتوك كده؟ نسيت السؤال. تعالى يا ابن ابو احمر تعالى. طب تصوري معانا؟ بابا وماما بيتفرجوا عليا. طب قرب. لو هتموتي على الشاب هتعترفي له؟ انا استاهل ان هو اللي يحاول مش انا اللي احاول يعني. حصل ده قبل كده معاكي؟ هو لمح. قرأ ايه بقى؟ لو اتاكد ان هو على الاقل معجب بيا. مش هتخش كده بغشوميه مثلا. ما يستاهلوش. طلعت مسيكبه جامد. عمرك ما هتاخدي كده الخطوه الاولى ولا حتى بعد ما اقلع النضاره؟ بنت. خلاص هتمشي خلاص خلاص. لو بنت جت قالت لك انها معجبه بيك ماشي، ايه المشكله يعني؟ شفت رد احمد ايه؟ ماشي، ايه المشكله يعني؟ هفرح طبعا. ده يوم الساعه يوم الهنا يوم المنى. ما اقولها وانا كمان مش حتى لو ما شفتهاش. انا عاجبني الاداء. ارتبط بقى على طول. حتى لو كنت مرتبط مثلا او حاجه ماشي. لا. ايه المشكله؟ هنا الموضوع اختلف شويه. يعني الواحد برضو ليه مبادئ ما ينفعش يتخلى عنها. انا بكلمك بامانه. لو حلوة قوي يعني اعدل بقى واظبط بقى يا عم مصطفى يا بقى. عم بتربى فاهم شويه كده في الاول. ايه ده انت مش واثق خالص كده؟ اما صاحبتك مسلطاه عليك ده انت يعني يا رب مسيكب. واحده بتقول لي معجبه بيك اقول لها لا اكسفها رزق وجاي حاجه كده جامده. يعني اي هلس بقى وخلاص. يلا نلعب. يلا بينا. والبنت داخله البيت من بابه. بالظبط. هو مش تعبني بقى واقعد اعمل واعمل واني. لا خلاص اهي جاهز. عمرك ما هتصدها يعني؟ علاقات عادي انسانيه. انت جاي في اي حاجه فيها روح ولو ما فيهاش كمان. طب مفيش مره مثلا رحت قلت البنت انا معجب بيكي وقالت لك لا؟ لا انا بقى انا انا اصلا ببقى بغلط بطول لحد ما اتاكد او الف وارجع بقى. ممكن نتكلم ما نتكلمش في الموضوع ده المجروح خلاص انت مراتي حتى من غير ما هي تعرف تقدر تقول لي بقى ايه انت زي اخويا فاهم؟ كان شعرك طويل مثلا قالت لك خلينا اخوات. طب لما جم قالوا لك ان هم معجبين بيكي كان رد فعلك ايه؟ انا فاكره التاني الاولاني ده كنت صغيره. ايه التاريخ الهباب ده؟ انا اصلا كنت بحبه يعني. طب كويس. هو لما قال لي ما صدقتي؟ بس ما قلتلوش ضحكت. السكوت علامه الرضا. صاحب صاحبتي بقى. ها سافر المنحط رمزه. يعني هي صاحبتك عرفت دي عامله مشكله نقطه ضعفي واتكت عليها وعملت له بقى ان هي الملاك بقى مش عارف السفله المنحطه. انا اتفضحت. اتفضلي من هنا كده مع اصحابك. اتفضلي شكرا.